السلام عليكم أخوتي، أينما كنتم وحيثما وجدتم يومكم سعيد ومبارك. تحياتي للإخوة في كل قارات العالم، في الداخل في الخارج. المهم اليوم رانا رايحين في جولة خفيفة، رانا في هايبيري رايحين نسقهوا. راني مع عبود، وعبود سائق ماهر لكن ما يحبش يبان في الكاميرا. المهم اليوم ربي يسترها رياح يعني قوية جدا. دعواتكم، لأن الريح جند من جند الله، يعني في أخير الريح هذا ينحي الأمراض، يلقح الأشجار إلى آخره. المهم خاوتنا نسلموا عليكم وبارك الله فيكم على الخاوة اللي استقبلونا في بيوتهم، عرضونا في القهاوي، الغداء، العشاء، يعني جزاكم الله خير. المشكلة مش في الغداء والعشاء، لكن في المحبة. أحبكم الله الذي أحببتمني فيه أحبتي، وإن شاء الله ربي يشوف إن شاء الله يجازيكم ونكونوا يعني متحابين في الله. المهم راح نديكم جولة خفيفة. أنا شوف رانا في هنا في إيسكس رود، هذا الشارع هذا، بعدين كرامبير رود، هذا إيسكس وهذا عليك إيسكس ستيشن، لا كرامبير رود. هنا في الناحية هذه الأخرى كان رئيس الوزراء السابق ما قبل ديفيد كاميرون يسكن في المنطقة دي. المهم اليوم راه رياح، شوف الأشجار بيستر وخلاص. شوف رايح على هذه كاميرا تاع السرعة، الناس يتفوق السرعة. شوف لازم هنا في المنطقة دي ما تفوتش 20 مايل، يعني في البيلت اب اريا، في الأماكن اللي فيها سكنات. شوف 20 حوالي ب 35 36 مايل، لأن المايل يساوي 1650 متر، كيلو ونص و 150 متر يحسبوا بالمايل. طبعا هنا في بريطانيا كل شيء مختلف. شوفوا الرياح اليوم، رياح، شوف سبحان الله رياح هنا عاتي. ربي يستر ان شاء الله. المهم خاوتنا ربي يحفظكم. المهم راح هذه كارامبير سكوير، هنا هذا كارامبير رود ان 1 نورث 1 طبعا إيزليكتون، هذه البلدية، وكما تعلموا عدد بلدية لندن 33 بلدية قسمة إلى مناطق، يعني كل بلدية تقوم بالدور تاعها في خدمة المواطن، وهكذا يعني يخدموا بلادهم. هذه الناس يعرفوا الأبر ستريت دي الأنجل إيزليكتون. شوف أنجل اللي قلت لك عطيتها، شفت عجوز. لا بس احترمتها يا عبود، رغم ما شاء الله، رغم انك الاسبق الحقيه لك. الراند اباوت هذه محطه هايبري لزلينغتون، هنا كانت شوف قريب من سنه كانت هنا بوست اوفيس بريد، نحاوه شوف شو يديروا فيه. يعني هنا البناء عجيب، يعني في 6 شهور تشوف بناء جديدة. ها هذو تاع الغاز، شوف يشتغلوا كيف يديروها، راهم يخدموا بالغاز. شوف ما يعطلوا ولا شيء والحالة تمشي. ها الماء، عفوا تامس واتر، هذو تاع الماء. هذه محكمة هايبري، هنا جزء من الجامعة، كان سابقا تسمى نورث لندن يونيفرسيتي، أصبحت متروبوليتان يونيفرسيتي. هكذا يعني حتى طالب متحصل على الشهادة، يعني ما يقولوش منين جاء قرا الشهادة، لنورث لندن في تكون حساسيات في الدراسة، لذلك سموها متروبوليتان يونيفرسيتي. رانا مع البورش 911 يا كاريرا. المهم ربي يرزقكم بالحلال خوتي، ما كان لا بورش لا والو، الحلال اللي يطلع اللي تلقاه في الكاتسانكات وسعيد خير من اللي يكسب البورش ولا الرونج روفر. قناعات. هذه طريق خاص للحافلة، يعني باص لاين. ها دائما هنا الحافلات عندها طريق خاص، ممر خاص، هكذا ما يعطلوش الناس مسافرين وركاب وهكذا يقضوا حاجتهم، حتى يكون يعني باص لاين تحترم. وفيه اذا اخطا واحد دخل الباص لاين تصوروا الكاميرا ويبعثوا له كيما نقولوا بروسي للدار،
احنا كلش كل واحد يخدم خدمته. المدخل يقدر يدي الأرسنال ستاديوم على الرايت على اليمين، ندخلون جولة خفيفة، ندخلوا إن شاء الله درايتون بارك. هذا درايتون بارك N5، يعني كما تعرفوا النورث الشمال من 1 إلى 22، كان N1 N2 N2 إلى آخره N3، هنا رانا في N5 North 5 بانوال رود. ندخلنا N7، هذه N7 تابعة الهولوي رود، هولواي رود. تحياتي للأبناء الجارية هنا في الهولواي وفي ما نسوس وو ثمستو. مهم، هذا هي الأرسنال، هذه البنايات هنا يبنوها ظهروا لكم، يعني غالية جدا، الناس يحبوا يسكنوا قدام طبعا تحت إشراف المشرفين على الملعب الإمارات، بنوا سكنتها غالية جدا، باعوا الناس يحبوا الامارات. كما راكم تشوفوا هذا ملعب الامارات ارسنال ستاديوم، صورت لكم مقبل لايف عليه، لكن الان كما راكم تشوفوا جانرز. هناك يديروا متجر عندهم هنا، هنا النوادي الرياضيه يديروا متاجر يبيعوا الاشياء الرياضيه وهكذا، لكل واحد دعم فريقه وفريقه. هذا داروا تور، راحوا تور جون فرنسا، دخلوا الملعب. يعني تقدر تدفع 10 جنيهات او 15 جنيه، وفي شخص مرشد داخل الملعب يقوم يعرفك على غرفة الملابس والملعب وهكذا. تدفع يعني كانت بكري 10 جنيهات، الان وقال 15 ولا 12، تقوم بجولة حول الملعب. في هذه موجودة في بريطانيا، في حتى في ومبلي كذلك، في كل الملاعب الرياضية يعني يديروا يدخلوا دراهم زيادة للخزينة الخاصة بالملعب. في هذا الشارع كان مطعم اسمه اسطنبول، يمكن جزائريين لكن خلاص خرجوا منه، وما نعرف شكون حكموا ذوك، الله اعلم، يعني مش هذا المنطقه مزال شويه. كنا ندخلوا هونزي رود، نزلنا دائما في ان 7، ان 7 يعني شمال لندن 7، يعني بالترقيم الخاص بالرمز البريدي كما قلت لكم، يعني هكذا في لندن، يعني لندن كبيرة كل منطقة وعندها رمز بريدي. مثلا نهضروا على الشمال، يعني الشمال يبدأ من N1 حتى الـ N22، North 1, North 2, North 3 and 4, 5, 6, 7, 8 إلى آخره، و يعني آخر ترتيب هي Wood Green N22. ناس يعرفوا Wood Green، عمك جرين مش العيد جرين، ها هو العيد جرين، واحد قال لي اسمه العيد جرين يا ولدي، هو قال لي عندك العين عيد جرين يا اخويا. الله، الجزائريين اخي احمد موجودين هنايا، يعني عدد المسجلين الان في القنصليه حوالي 80,000 شخص هذو مسجلين، وكاين ماشي مسجلين، يقال انه عدد الجزائريين هنا فايت 120,000، يعني كاين ناس ما بدون اوراق مساكن، وربي يسل كل خوتنا اللي بدون اوراق، وفيها معاناه دائما مع الجواز، جواز السفر الاستعجالي. كما تعرفوا ان السلطات في الجزائر سواء وزاره الخارجيه او الداخليه جرت تعليمها باه تسهل الشباب هذو من اجل اعطائهم يعني جواز استعجالي، لكن البيروقراطيه، ارهاب البيروقراطيه والاداره دايره حالها. جواز جزائري مفروض يمدوه لك باطل ويزيدوا يعطوك الدرهم عليه، مفروض كما يديروا الفوت، نهار الفوت يبعثوك ايميل والله يقول لك اروح تسجل روحك ويبعثوك هكذا. لماذا لا يستعمل هذا
هذا الشيء مع الجواز المواطن، حتى يسهل المواطن انه يعطي له جوازه كمواطن. يعني صراحه يعني تقصير يعني في الاداره وهكذا. يعني سبحان الله جزائري المفروض يسهلوا له، طوروا الاداره يا مسؤولين، طوروا الاداره. يعني سبحان الله واحد كي يروح يفوتي والله يجي الفوت يبعثوا له واحد فوتي، والله يجي يروح وقت العسكر يبعثوا له يتجوز العسكر قالوا هكذا. بعد الويما قال له روح الجواز تاعك واجد. عارفين ذوك وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كان امور تحل فقط في الدول المتقدمه بالتواصل الاجتماعي، تبعث لهم ايميل يبعثوا لك ايميل. واحد الاخ يعني نعرفوا كتب للقنصليه البريطانيه البارح، رجعوا اليوم مثلا كتب ليلى الاستفسار تاعه 24 ساعه بعد رجعوا له هكذا. يعني الناس تحب تخدم بلادها. يا ريت حنايا كل مسؤول يقوم المهمة تاعه، يخاف ربي، يخاف ربي في المواطن، يخاف ربي في هذا البشر، لأنك مسؤول يوم القيامة من الله، لأنك لم تخدم هذا الناس هذو، أنت جزء من المنظومة هذه ولازم تحمل مسؤوليتك أمام الله تعالى. أنت دخلت المعمعة هذه وعلى بالك باللي كلش فاسد، وإن شاء الله يجي يوم نتصلح أحوالنا وشبابنا وشعبنا يفهم. لازم خوتنا نوصيكم تعلموا قراوا اجتهدوا، لأن العلم مهم جدا في الحياة الآن في المستقبل. ما تنساش خاوتنا تحابوا إن شاء الله. الله، أنا شفت في سنغافورة حتى في أي دولة الجواز يستخرج في ساعة، حتى هنا في بريطانيا إذا كنت مستعجل تقدر تستطيع تقول ماني مسافر تستخرج جوازه في كان في يوم، في في مدة أربع أيام. أنا أربع ساعات فقبل أربع أيام أنا فكرت زاير زعما. المهم خوتي، المهم أنا حضرت مع واحد الصديق في سنغافورة، خرج جوازه في ساعة واحدة، طبعا من دولة سنغافورة. أنا في بريطانيا إذا كنت مستعجل جواز تقدر تخرجه في يومك، يعني في مدة لا تتجاوز أربع ساعات. المهم هذا ناكس هيد، هذا الماركت يعني مسوق مغطى هنايا، يعرفوه في هولوي بقرب من سيفن سيسترز راود. هنا داخلين الموريسون، موريسون هو شوبينج سنتر. تحياتي لكم، نتواصل لاحقا أخوتي، تحياتي لكم.